السلام عليكم. في الفيديو ده هنحل شيت 3، الجزء بتاع المابينج. هنحل question 1 و 2 عشان هما محلولين اصلا في الكوبي اللي عندنا في الانسرز، وبعدين هنحل 3. طيب، هو هنا دي الداتابيس بتاعه الجامعه اللي هي فيها ستاف وكورس وديبارتمنت وستودنت وكده. هي ما فيهاش حاجه جديده، هنرسم الانتيتيز بتاع الكورس وستاف وديبارتمنت، هنعمل لهم تيبلز. بعدين الجديد بقى ستودنت. ستودنت احنا ممكن نعمل بوست جرادويت ستودنت واندر جرادويت ستودنت، بس في الكيس دي هو طبعا احنا لينا ممكن نعمل كده عشان ده توتال بارتيسيبيشن، فاحنا ضامنين ان احنا هنلاقي كل الستودنتس هنا في بوست واندر، مفيش ستودنتس هيبقوا حاجه ثالثه مش موجودين في السب كلاسز. اللي هيحصل بعد كده ان احنا هنحتاج نعمل ريليشنز، هنغير بس في الريليشنز دي. يعني هنحتاج نعمل ريليشن بوست جرادويت تيكس كورس واندر جرادويت تيكس كورس. نفس الكلام بالنسبه للديبارتمنت، هنحتاج بوست ديبارتمنت هاز بوست جرادويت وهاز اندر جرادويت. دي هتعمل تيبلز مختلفه. مش هينفع يعني مش هينفع نعمل ريليشن واحده اسمها تيكس ونريفرنس. يعني ريليشن تيكس دي هتبقى عامله ازاي؟ هي واخده الكورس اي دي او الكورس نمبر واخده الستودنت نمبر. فلو احنا عاملين التو تيبلز دول بس اللي هم بوست جرادويت واندر جرادويت من غير ما نعمل ستودنت، مش هنعرف في تيكس دي نشاور على انهي اس نمبر فيهم، بتاع البوست جرادويت ولا بتاع الاندر جرادويت. ساعتها محتاجين واحده لده وواحده لده، واحده بوست جرادويت تيكس كورس وواحده اندر جرادويت تيكس كورس، وكل واحده تشاور على ال يعني النمبر اللي هي بتتبعه. فالابروتش الثاني ان احنا نعمل ستودنت وخلاص، نعمل تيبل ستودنت، وتيبل ستودنت ده يبقى كل الناس اللي عامله ريليشن معاه تشاور عليه، تيكس تشاور عليه، هاف تشاور عليه، وهكذا يعني. فدول التو ابروتشز. انا شايف الابروتش ان احنا نعمل سب كلاسز برده مش وحش قوي، مش هيفرق يعني. هو هيزود تيبلز طبعا، هنزود اللي تيكس، هنزود تو تيبلز وهاف، هتبقى تو تيبلز، بس مش هتزود يعني ما فيهاش ريدندنسي. يعني احنا لو عملنا تيبل ستودنت وبوست جرادويت واندر جرادويت، احنا هنزود يعني هنكتب الاس نمبر ده مره هنا في تيبل ستودنت، وهنكتبه مره في بوست جرادويت ومره في اندر جرادويت، فاحنا كررنا الستودنت نمبر مرتين. بينما لو عملنا الاثنين دول بس، فاحنا ما كررناهوش، بس احنا زودنا تيبلز. والتيبلز دي ما فيهاش ريدندنسي. ليه؟ لان البوست جرادويت ستودنتس اللي بياخدوا كورسات هتلاقي الانتريز بتاعتهم مختلفه عن الاندر جرادويتس اللي بياخدوا كورسات. نفس الكلام بالنسبه للانتريز اللي ايه اللي موجودين في ديبارتمنت. عامه هو هنا اختار الابروتش بتاع ان هو يعمل ستودنت وخلاص، وهو مش ابروتش غلط يعني، وواضح ان هو الابروتش ريكومندد يعني، شكله مش وير عادي. عمل ديبارتمنت وستاف وكورس وستودنت وبوست جرادويت واندر جرادويت، وعمل تيكس. عمل تيكس عشان هي الوحيده اللي هنا اللي ماني تو ماني، فهي كروس ريفرنس. بينما باقي الحاجات كلها 1 تو ماني، هتلاقي 1 ام 1 ان 1 ام. في الحاله دي بنحط الاي دي بتاع ال1 عند الام، مثلا بنحط الاي دي بتاع الكورس عند الستاف اهو، وبنحط مثلا الاي دي بتاع الديبارتمنت عند الستاف برضو اهو، وبنحط الاي دي بتاع الديبارتمنت عند الستودنت بالمنظر. تمام، فدي اول مساله. ثاني مساله اللي هي بتاعه الشركه اللي بتعمل الهاردوير وبتجمع هاردوير دي. هي هنا الاي ار دايجرام مختلف اللي احنا عملناه، عشان احنا كنا هندلنا حوار السيستم باكج الاسمبل بتاع السيستم باكج ده، بس احنا مهتمين هنا بالمابنج فمش هنركز قوي يعني، هنعمل مابنج للاي ار اللي موجود هنا وخلاص. فهو عادي هيعمل برده كاستمر واوردر وسبلاير، وهيجي بقى عند هاردوير كومبوننت هيستخدم الابروتش بتاع ان احنا نرسم السوبر كلاس بس. فكره ان احنا نرسم السوبر كلاس بس ليه؟ علشان السب كلاسز اصلا ما عندهمش معلومات تخلينا نعمل لهم تيبل. يعني الفي جي اي ده مثلا هيبقى فيه الهاردوير اي دي بس كده، والماوس هيبقى فيه الهاردوير اي دي بس، وبالتالي ملوش معنى ان احنا نعمل له تيبل. لكن هنا الرام والسي بي يو ليهم سايز وليهم كلوك، دول ممكن نبقى نحطهم في التيبل بتاع الهارد، يعني نحطهم في التيبل بتاع السوبر كلاس وخلاص. يعني فهو هياخد الابروتش ده عشان في سب كلاسز كتير ما فيش معنى ان احنا نعمل لها تيبل مستقل، يعني لا هي عامله ريليشن ولا هي ليها اتريبيوتس ولا اي حاجه يعني. فهو هيعمل كده، هنلاقي ان هو عمل هاردوير كومبوننت، عمل هنا فلاج واحد بس. ليه؟ لان ده ديسجوينت مش اوفرلابنج، فالفلاج هيقول ان هو يا رام يا سي بي يو يا ماوس يا في جي اي. لو كان ده اوفرلابنج ما كانش هينفع يعمل كده، لان هو محتاج مثلا يقول ان هو في جي اي وماوس في نفس الوقت،
فيبقى في فلاج بيقول ان هو از في جي اي وفلاج بيقول ان هو از ماوس وهكذا يعني. بس فهو عمل موضوع، فخلاص بقى احنا الموضوع كده بقى اسهل، لان احنا بقى عندنا سوبر كلاس واحد اللي هو هاردوير كومبوننت، وهنعمل بقى الريليشنز بتاعته مع الناس التانية. مثلا كونتينز مع اوردر دي هتتعمل كروس ريفرنس لان هي ماني تو ماني. هنا مثلا كاستمر واوردر وان تو ماني، فهيتعمل فورين كي، هيتحط الفورين كي بتاع الكاستمر عند الاوردر وهكذا يعني، هيكمل امبلمنتيشن. المسألة التالتة دي هي فيها اللايبراري ايتم، هي يعني هي دي اللي كانت بتتكلم على لايبراري وليها بورورز ويوزرز واوثرز وببلشرز ولايبراري ايتمز وسي ديز والقصة دي. الفكرة هنا يعني برضو هتلاقي الحاجات كلها سيستماتيك، هتلاقي الانتيتيز يوزر واوثر وببلشر هيتعملوا، والريليشنز بتاعتهم كلها يا 1 تو ماني يا ماني تو ماني يا 1 تو 1 يعني، ما فيش 1 تو 1 كمان. فالجديد هنا بس موضوع اللايبراري ايتم. اللايبراري ايتم هل نعمل السوبر كلاس ولا نعمل السب كلاسز ولا نعمل الاثنين ولا ايه؟ طيب هو ده يتوقف على مين عنده اتريبيوتس. يعني مثلا لو بوكو ماجازين دول ما عندهمش اتريبيوتس، مفيش معنى، وما بيعملوش ريليشن، مفيش معنى ان احنا نعمل لهم تيبل. هيبقى فيه اللايبراري ايتم طبعا. وورث سينج جدا، خلينا نروح في حته نكتب فيها وورث سينج، ان الاي دي بتاع الناس دي كلها هو اللي هو library item id، يبقى نسميه ال id. راح في حته تحت مش عارف ايه، مش عارف اكتب فيه، ماشي ال id ماشي. ف library item id ده هو هيبقى هو ال id بتاع ال written item وال cd وال book وال magazine. نفس ال id بيتعمل له propagation على كل ال children، وده معروف يعني في سواء في اللاتس او في الهيراركي. طيب فالاي دي ده البوك ملوش ريليشن مميزه، ملوش اتريبيوت مميز، فما فيش معنى ان احنا نعمل له تيبل خاص بيه. احنا هنعمل تيبل مثلا للريتن ايتم وللسي دي. الفكره ان احنا هنضطر نعمل برضو، انا شايف بصراحه ان ده اصلا توتال بارتيسيبيشن، بس هو لو كان بارشل كنا هنضطر نعمل اللايبراري ايتم كمان. طيب لو عملنا ريتن ايتم وعملنا سي دي، ساعتها هنضطر نعمل بورز للريتن، بورز هتبقى معموله مع الريتن ايتم تمام، بس هنضطر نعمل يوزز واحده للريتن ايتم وواحده للسي دي. وهنضطر نعمل يعني هنضطر نعمل اثنين يوزز، وهنضطر نعمل اثنين هاز، واحده للريتن ايتم واحده للسي دي، واثنين ببلشد باي او اثنين ببلشرز. فعشان كده احنا الاحسن ان احنا نعمل التيبل بتاع لايبراري ايتم. هنعمل تيبل لكل الريليشن من دول، يوزز وهاز وببلشد. هنعمل التيبل بتاع ريتن ايتم، يعني التيبل بتاع سي دي مش عارف المفروض يتعمل ولا لا، يعني خلونا نفكر مع بعض. التيبل بتاع ريتن ايتم معمول علشان هيتعمل له ريليشن اللي هي بوروز دي، وممكن يبقى ماجازين وبوك. ساعتها هنعمل فلاج اللي هو ايدنتفاينج اتريبيوت دي بوك ولا ماجازين، فده التيبل ده هيبقى فيه كونتنت شويه. التيبل بتاع سي دي هل هيتعمل ولا لا؟ طيب هو اصلا في ان احنا نعمل سب كلاس وما نعملش بقيه السب كلاسز، دي حاجه احنا محتاجين نسيرش فيها، لان انا ما اعرفش بصراحه. يعني هل ممكن اعمل لايبراري ايتم واعمل ريتن ايتم وما اعملش سي دي؟ اعتقد انه لا، يعني اعتقد ان احنا هنضطر نعمل سي دي ك ك ك يعني ككونفنشن بس، اللي هو احنا هنحط له الاي ديز بتاعته، بس هي كده كده الاي ديز دي هتبقى موجوده فوق في لايبراري ايتم. فانا مش عارف هل كديزاين ابروتش لو احنا عملنا تيبل سي دي ده وحطينا فيه اي ديز بس، اللي هي كده كده الاي ديز اللي اصلا موجوده في لايبراري ايتم، يعني هو ده الصح؟ انا كديزاين وكالداتا بيس هتشتغل ولا لا؟ التيبل ده مش هيفرق في اي حاجه، لكن ككونفنشن او ك يعني ديزاين او كحل بقى وكماده وكده انا مش عارف. بس هو كان كالداتا بيس هتشتغل ولا لا؟ هي هتشتغل، لان كده كده الاي ديز دي كلها اصلا موجوده في لايبراري ايتم، ومفيش اتريبيوتس معينه احنا سقطناها، ومفيش ريليشنز معينه احنا سقطناها. ولكن ككونفنشن خلونا ندور في الحوار ده ونشوف يعني ليتر. يعني دي كيس ادفانسد قوي، اعملوه خلاص يعني. لو على الامتحان لو احنا ما فصلناش في الموضوع ده، اعملوا تيبل سي دي حطوا فيه اي ديز وخلاص، على اساس ان احنا بنعمل كل السب كلاسز. بس انا هدور في الحوار ده عشان هو اتس انترستنج يعني. بس كده، شكرا لك.